عشان أنا مبسوطة لك مو زعلانة، بس معلش خليني شوي لحالي. ليه ما قعدتي بالقراج إذا ما جازت لك الحفلة؟ ما بيجلس هناك، خلاص حلمي طار. ترى أنا كنت عارف إنها ما رح تجيك البعثة، بس ما كنت بيكسرك. أصلاً أنت ما تحتاجينها. كيف يعني؟ أنت أخذتيها. إيه، بس أنا ما كان عندي مدربين هنا، كان لازم إني أسافر برا وأتدرب عشان أفكر في الأولمبياد. شمس، انسى المدرسة وانسى الناس اللي خلوك تحسين انك ولا شيء. انا بدربك وبتروحين بطوله في دبي، بتصيرين بطله. قوليها بطله. ايه بتصيرين بطله، كرريها. بطله بطله بصير بطله. خالتي، انا قررت ادرب شمس وتسافر دبي تشارك في البطوله. دبي؟ ايه يما، أقدر أصير ملاكمة. خالتي إذا أنت خايفة عليها أنا بروح معها، وأنت بعد تقدرين تسافرين. عيب عليك، عيب تحرجيني قدامهم. يما الله يخليك، بس أبي فرصة. أنا حاسة أنه رح يصير شيء، إذا ما جربت الحين متى رح أجرب؟ مين قال إن البنت من حقها تجرب؟ أبن وجود غير وأبوكي غير. أبوكي حيرفض. ما حيرفض إذا وقفتي معاي. يما أنا ما في شيء يوقفني غير الموت، وإذا تزوجت بقول زوجي إني أبي ألاكم، وإذا رفض بجلس أحن عليك كل يوم. طيب طيب، أنا راح أوافق بس بشرط إنك تبارين نجود. نجود؟ إي مثل ما سمعتي، أبيك تبارين نجود، وإن شفت بعيني إنك فزت عليها أنا بوعدك إني بقنع أبوكي وبسافر معك بعد. طيب